وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف إن إحنا اللي بنوزع الأدوار وإحنا اللي بنفرق الورق. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس. خلعت الكراسي يا ولاد الكلب. هنمد ايدينا بالسلام، ما سلموش هنسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شلبايه، انت واخوك اتغرقوا في الناس الغلابه. ده مشروع انا عامله لتل الشبوره. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلموا. العالم بره هيحتاجنا وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون يا حضره العمده. بأموال عامة لازم يبيع، واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بوقك في الموضوع ده تاني بيكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق أرض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقتي لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس؟ عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. ما هذا المسلسل؟ ما شاء الله تاتش وود. أنا أظن إن ده أكتر أو أكتر مسلسل فيه عدد من النجوم، كل واحد فيهم يشيل مسلسل 30 حلقة لوحده، أنا أظن كده يعني. ده هيبقى يا جماعة وفاء عامر طالعة بتضرب نار. أنا هنا يا أستاذ عادل، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. الله أكرم يا أستاذ يوسف، أهلا بيك. إيه اللي بتعمله فينا ده بقى؟ والله إيه ده بقى؟ يا فندم أنا موعود بس مش أكتر. يعني أنا موعود طول عمري بكمية عظيمة من ربنا بكده بيكرمني بمجموعة كبيرة جدا جدا من الممثلين في كل عمل. لا دي ما شاء الله حاجة عظمة. يعني المفترض انه في الحاجات اللي زي كده بتتقال جمله، وكيف تستطيع ان تدير هذا العدد الهائل من النجوم في عمل واحد؟ بس انا عارف ببساطة امكانيات وقوه عادل اديب يعني، فمش هسال ببساطة السؤال ده. لا ببساطه صديقي، هي مساله بسيطه جدا، بالحب والثقه بس، هم دول المفتاحين العظام والاخلاص. يعني حب وثقه واخلاص. انك لما الناس قوية بتحس انك انك بتحس انك خايف عليهم زي ما انت خايف على شغلك، وبتتعامل معهم في كل صغيره وكبيره، بيلينوا بيحسوا ان هم ده عملهم، بيحسوا ان ده شيء مهم بالنسبه لهم، بيحاولوا يقدموا احسن حاجه. في تنافسيه كانت بتبقى موجوده ما بين كل هؤلاء النجوم، كله بيحاول يقدم احسن شيء فيه، تحس كده ان في تنافس. لكن ده بطل العمل الواحد ما يبقاش عنده تنافس للاسف. طب صححني لو انا غلطان، الممثل قوته بتبان لما بيتحط وسط مجموعه اقوياء، صح؟ اكيد اكيد. لوحده ما يبانش قوي، يعني ممكن يشيل العمل وينجح ويبقى زي الفل. وخصوصا في الدراما التلفزيونيه، الدراما السينمائيه اقول هو نجم واحد. الدراما التلفزيونيه طول عمرها هي مجموعه من النجوم وليس نجما واحدا. للاسف بس هم في الاونه الاخيره بقى لنا فتره يعني بيخلوها اللي هو فرد واحد، وهذا خطأ. الدراما التلفزيونية طول عمرها مجموعة كبيرة جدا من الممثلين الأكفاء والعظام. أنا عايز أقول لك على حاجة هي بره حضرة العمدة خالص. دلوقتي وأنا عمال بسمعك صوتك تقريبا يكاد يصل إلى حد التطابق مع الراحل العظيم الأستاذ عبد الحي أديب. أكيد أبويا وبفخر بيه طبعا. الصوت هو. والله بجد. الله يرحمه يعني. أخذ واحد على العشرة من إمكانياته مش صوته. يا سلام، الله يرحمه يا رب ويطرح فيه الجميع على البركة يعني. يا رب، آمين يا رب.